دلوقتي جي معاكم مع مصر تتحدث. حكايات ومواقف إنسانية من شخصيات مصرية يمكن نكون بنسمع عنهم. النهاردة هنسمع منهم في مصر تتحدث. اسمي سمير وعندي 70 سنة، من شبرا الخيمة. كان في أوائل الستينات، كانت منطقة فاضية ما فيهاش سكان نهائي، فكان يعني فيها 5-6 بيوت المنطقة كلها، وأنا كان شغلي مش في المنطقة، كان بعيد. وفي يوم أنا جاي الساعة 2 بالليل، وكان مفهوم عندنا إن السكة الحديد جنبنا بنعدي جنبها، وحوادثها كانت كتير جدا نظرا للمنطقة فاضية. ففي يوم أنا جاي وبالصدفة كنت جايب بطيخة نمس 23 كيلو، فمن تقل البطيخة أنا شيلها على كتفي وماشي كالعادة جنب السكة الحديد. فوجئت ببص على السكة الحديد، لقيت واحدة ست مسنة واقفة فوق القضيب بتاع القطر، وقدام منها حاجة زي قفص أو ثبت محطوط تحت رجليها يعني. ولقيتها كل اللي عملته إن هي بتشاور لي بإيدها، لكن ما سمعتش منها صوت. فأنا طبعا كراجل شرقي بلدي الشهامة خدتني إن أنا أطلع أساعد الست دي إنها تشيل الثبت ده أو القفة اللي معاها أو الحاجة. يدوب أنا اتجهت ناحيتها، وأول خطوة تجاه السكة الحديد، ولقيت جسمي ده بالكامل كأنه كهربا وصلت 380. شعر دماغي كله ده وقف زي الشوك مع هزة أنا مش عارف أوصفها يعني، حصلت في الجسم كله. فأنا اتهزيت وخفت، فروحت راجع تاني وماشي على طول ببص ورا مني، أنا ما لقيتهاش. في لفة وشي بعد ما بصيت ورايا لقيتها قدام نفس الوقفة على بعد تقريبا حوالي 100 متر. ما كانش قدامي إلا إن أنا أول شارع اتجاه يمين دخلت فيه، وبالظبط تقدر تشبهني بالقطر المجري أول ما اشتغل. إزاي أنا معرفش، كان تفكيري إن أنا هتقتل هموت، فكانت السرعة شديدة جدا بتاعتي، واحد مطارد انه هيموت، لان خلاص اللي حصل في جسمي والهزة اللي حصلت لي مش هزة من انسان ابدا. الشخص ده طبعا ارواح اللي كانت مثلا نتيجة الحوادث اللي كانت بتظهر بصفة مستديمة في المناطق الفاضية. في نفس الوقت المواقف دي كانت بتبقى كتير في المنطقة، انما حاليا طبعا ما اظنش ان حاجة زي كده ممكن تبان. كنتم مع مصر تتحدث، إعداد فريد إدوارد. مصر تتحدث.